تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل والنوافذ وجميع السبل للتواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي التنسيق معانا اليوم حمد المعيوف، والإخراج أيمن سرحيل. طبعا كالعادة معنا في الاستوديو الدكتورة ندى الملا. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور يا محمود، وصبحكم الله بالخير، والجو اليوم جميل يا جماعة برا. طيب دكتورة نذكرهم بس بأرقام التواصل معنا. نذكرهم للاتصال على 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في الانستغرام DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي على الانستغرام أيضا. طيب موضوع حلقتنا اليوم أخبركم إياه عقب الفاصل الأول، لأن موضوعنا وايد شيق وايد قيم. إذا وصل ضيفنا إن شاء الله، إذا وصل أثناء الفاصل الأول ما نخبركم عادة، لأن مسكين هو عنده اجتماع ونحن ما نطلع من اجتماع، وتعرفون تقييم الجيل الرابع ووايد شغل في الهيئة، فمنحاول نسحبه. إذا تواجد معانا منخبركم شو هو الموضوع، أذروايز منشوف يعني إن شاء الله لا منتكلم عن نفس الموضوع. عموما دكتورة، في اختبار جديد يساعد على التنبؤ بخطر إصابة الأطفال الرضع بالتوحد لاحقا. طبعا مرض التوحد يقولوا ما له علاج، صح هذا الكلام دكتورة؟ هي ما له علاج، يعني هو مرض بسبب خلل في وظائف أجزاء من الدماغ، فما في له دواء معين، بس يعتمد أكثر على العلاج السلوكي. طيب في باحثون أفادوا بأنهم تمكنوا من تطوير اختبار جديد يساعد على التنبؤ بخطر إصابة الطفل الرضيع الذي لم يكمل عمر السنة الواحدة بطيف التوحد في نهاية السنة الثانية من عمره. وبحسب الباحثون فإن التقنية الجديدة التي تستخدم صور الرنين المغناطيسي للدماغ قد جرى تصميمها للتركيز فقط على المواليد الجدد الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بطيف التوحد بسبب وجود قصة عائلية للإصابة بالمرض. وقد كان الأطباء يواجهون صعوبة كبيرة في الكشف المبكر عن داء التوحد عند الأطفال، إذ أن أعراضه لا تظهر قبل السنة الثانية من عمر الطفل، في الوقت الذي يعد التشخيص المبكر للمرض أمرا حيويا وضروريا. وبحسب الباحثين فإن دقة التقنية الجديدة تبلغ حوالي 90%، وتعتمد على تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي وتحري وجود ثخانات أو تبدلات في مناطق معينة من القشرة الدماغية، وذلك عندما يبلغ الطفل عمرا يتراوح بين 6 إلى 12 شهر. جرى اختبار التقنية الجديدة على ما يقارب 150 طفل رضيع، كان من بينهم 100 طفل من فئة الخطر المرتفع للإصابة بالتوحد بسبب وجود قصة عائلية للإصابة بالمرض. وبحسب بيفن فإن وجود شقيق مصاب بالتوحد يضاعف خطر الإصابة بالمرض 5 أضعاف. شو رأيك دكتورة؟ هو طبعا محمود إن إذا هالدراسة أو هالاختبار طلع فعلا فعال، فهو ترى بيحقق نقلة ثورية في
تشخيص التوحد ومخرجات التوحد. يعني شو؟ يعني بالعادة مثل ما قالوا احنا بالعادة الام تكتشف ان الطفل مو طبيعي, يعني يختلف عن اقرانه على نهاية السنة الثانية لما يبدون الاطفال حوالين يتكلمون ويلعبون ويندمجون وتلاقي الطفل غير عنهم, فيكون شوية مرحلة متأخرة لانه يكون تعدى مرحلة الكلام. يعني الناس الاطفال حوالين يكونون جمل وللحين لا يستطيع ان يقول كلمة او كلمتين, فيكون تأخر فيبتدي العلاج السلوكي متأخر. بينما هالاختبار يقول لك ان بيستطيعون التشخيص من عمر 6 اشهر الى 12 شهر, يعني قبل ان يبدا الطفل اصلا بالكلام. معناه لو طلع فعلا ان في بوادر للتوحد ممكن يدخل العلاج السلوكي وعلاج النطق مبكرا بحيث انه يروح مع اقرانه, ما يكون متاخر عنهم. فلو كان الاختبار صحيح يعني بيكون يعني بنقلل من اثر التوحد على الاطفال. تمام. ما يكون تأخر دراسي وتأخر في الكلام وتأخر في الاندماج. جميل. شخباركم, شلونكم, صبحكم الله بالخير. اسم البرنامج لو تفضلتم صحة وسعادة, برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عن طريق عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. في مجموعة أسئلة, وين ممكن ذوي الطفل اللي عمره تقريبا سنة وتسع شهور عشان نتأكد إذا كان يعاني من التوحد؟ في خدمات صحة الطفل في كل هيئة الصحة في دبي, في كل المراكز. كل المراكز ممتاز. فيها مجموعة أسئلة اسمها ام تشات, اللي هو في أسئلة تسألها للأم وعلى أساسه يحدد هل هو مصاب بتوحد أو لا. صباح الخير, برنامج رائع جدا. صباح الخير من مصر, شكرا جزيلا. يعني طيب, يا رب اليوم ما يدخلون إسبان ولا فرنسيين يا رب. إنزين. البارحة يا جماعة الخير اعتمد سيد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 6 لسنة 2017 بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي. طبعا هذا القرار تضمن العديد من الأمور, انزين ما نتعرف عليها. نحن اليوم حلقتنا عن التأمين الصحي, اللي حاب يتواصل معانا على الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 4006. اللي حاب يتواصل معانا ويانا في الاستوديو الدكتور حنقدر نكشف عن الضيف اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. تفضل دكتور. صباحك الله بالخير دكتور. الله بالنور السرور, يا مرحبا. طيب لا, نحن ناخذ المايك الثاني اظني, هذا اكيد ممكن يكون اقرب لك. أفيد. ايوه شكرا لك دكتور. شكرا لك ايمن. طيب دكتور, البارحه تم اعتماد مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي. القرار يعني تضمن العديد من الامور والجهات المسؤوله ومتى بدء هذا. صحيح. السؤال اللي يعني الناس وايد كانوا يسألون عنه, كل حلقة كان ين السؤال هذا, وقلنا نحن هدوا ومنخبركم متى. صحيح. الآن خلنا نخبرهم متى آخر موعد النهائي. طبعا هذا للمهلة. هي نعم. خلاص هذا اعتماد من سمو الشيخ حمدان بن محمد. نعم. طبعا يعطيكم العافية أخوي محمود دكتور هندزة على الشغل الجميل صراحة والبرنامج الرائع هذا. طبعا اليوم شفنا قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بخصوص مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي. مثل ما تعرف أخوي محمود, قانون الضمان الصحي هو القانون رقم 11 لعام 2013 اللي هو حدد عملية تطبيق التأمين الصحي في إمارة دبي بالنسبة للمواطنين للمقيمين وكذلك للزوار القادمين إلى إمارة دبي. وكان في مجموعة من القوانين واللوائح اللي تحدد الآليات المختلفة والمراحل المختلفة للقانون. آخر قرار اللي هو اعتمد من سمو الشيخ حمدان البارحة بخصوص تطبيق المراحل, اتكلم القانون عن مراحل تطبيق الضمان الصحي بالنسبة للمواطنين, ذكر الجهود اللي بدأت فيها الهيئة من بداية العام 2014-2015-2016 في تطبيق القانون, ووضع اللي هو الموعد النهائي للالتزام بالقانون اللي هو السؤال اللي تكرر سابقا في كثير من الحلقات بنهاية شهر 3-2017 بالنسبة للمقيمين. يعني كل المقيمين في إمارة دبي سواء كانوا موظفين في شركات, سواء كانوا من عمالة المنازل, سواء كانوا من أفراد أسرة المقيم, يجب أن يكونوا مشمولين بالضمان الصحي قبل نهاية شهر 3 القادم إن شاء الله تعالى. فقط للمقيمين, مواطنين بعد المهلة لهم مفتوحة. نعم.
بالنسبة للمواطنين طبعا اليوم المواطن عنده نوعين من أنواع الخدمات الصحية، عند الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في دبي وهي خدمات مجانية توفر لجميع المواطنين، وعندنا كذلك برامج التأمين الصحي للمواطنين اللي تغطيهم من خلال يا صاحب العمل أو من خلال برنامج سعادة اللي هو لبقية مواطني إمارة دبي. فالبرامج هاي موجودة، التسجيل في البرامج لا يزال اختياري، لكن احنا دائما نحاول ننوه بأهمية التسجيل في البرامج ومن ثم الاستفادة من كل المزايا اللي تقدمها البرامج هاي، خصوصا التطبيقات الذكية والآليات المختلفة. وشو عن العمالة المساعدة اللي كفيلهم مواطن؟ نعم، كذلك هاي من الفئات المشمولة بالقانون. مثل ما تعرفون كانت المرحلة النهائية للقانون في منتصف العام 2016، ومن ثم قامت الهيئة بتمديد الموعد النهائي إلى نهاية العام 2016، وكذا تم طلب التمديد. الحمد لله طبعا في نهاية 2016 وصل عدد المؤمن عليهم في دبي إلى قرابة 98% من المقيمين. صحيح. وإحنا اليوم خلاص يعني هذا الموعد النهائي اللي تم قراره من سمو الشيخ حمدان إلى نهاية الشهر 3 القادم. طيب نحن منتواصل معاكم مستمعين، ما نطلع فاصل قصير، لكن قبل الفاصل نذكركم بأرقام الهواتف عندنا 600551414 أو عن طريق الرسائل نصية على 4006، وأيضا معاكم لايف اللي حاب يشوف كواليس البرنامج على حساب نور دبي في الانستغرام وأيضا حساب هيئة الصحة DHA_دبي. فاصل ورجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. حلقتنا اليوم عن التأمين الصحي بعد يعني قرار سمو ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الخاص باعتماد بعض المواضيع اللي كانت عن طريق التأمين الصحي. ولكن قبل ذلك، قبل أن ندخل في التفاصيل، أحب أرحب مرة ثانية بدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي، وأيضا زميلتي ندى الملا. دكتورة ندى، حيا الله. مناخذ اتصال من محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. يا حيا السلام. تفضل خير الحمد لله. لو سمحت أخوي، عندي سؤال بخصوص، عندي والد والدة ماخذين إنشورس من تكفل الإمارات. زين، لما رحنا لسوي على أي مستشفى دخل بالكلينيك قال لا هذا الإنشورس فقط لدبي. احنا مقيم في الام قويل، عرفت كيف؟ قال لي هذا الانشورنس ما يصير الا هذا. صحيح. هذا واحد. الشيء الثاني واسال منك، السنه الجاي في التجديد هل يصير السعر فوق ولا نفس مثل ما هي؟ واضح. جزاك الله خير. شكرا. طيب دكتور، نجاوب على محمد على السريع. نعم. وناخذ مجموعة الأسئلة اللي جاتنا عن طبعا بالنسبة للباقة الأساسية في العام الماضي في 2016 كانت الهيئة تشترط على الشركات المشاركة في الباقة الأساسية تغطية متكاملة في إمارة دبي، وكان اختياري بالنسبة لهم التغطية في الإمارات الأخرى. من السنة هاي مع التجديد، احنا طبعا تجديد تراخيص شركات التأمين عندنا الشهر هذا في شهر 2، فمع تجديد تراخيص شركات التأمين كلها طلب أو أصبح إلزامي من شركات التأمين كلها اللي تقدم الباقة الأساسية وجود تغطية كافية كذلك في الإمارات الأخرى، لأن كان كثير من الأفراد اللي هم طبعا يشتغلون في دبي لكن مقيمين. صحيح. في الشارجة، في عمان، في ملقيوين، في رأس الخيمة. فتم التواصل مع جميع الشركات وتم التأكد من وجود عيادات كافية في جميع الإمارات الأخرى، وبالتالي الحين إذا يشيك مع العيادة أو إذا يشيك مع الشركة بيشوف على شبكة مقدمي الخدمات بيحصل عيادات موجودة في ملقيوين. جميل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله، عندي استفسار أرجو الاتصال بخصوص الضمان الصحي. كلمي حمدة. خلينا نجاوب على الجزء الثاني من سؤال الأخ. طبعا اليوم الحمد لله هاي السنة الرابعة لتطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة دبي، نشوف أسعار الباقات الأساسية مستقرة بشكل كبير. يعني بدت الحقيقة يمكن نتيجة المنافسة القوية والآلية اللي أوجدتها الهيئة ما بين شركات التأمين، كان في انخفاض في أقساط التأمين الصحي، وهذا الشيء يمكن عالميا ما في دولة في العالم قالت إن صار عندنا انخفاض، كلهم يقولون في عندنا ارتفاع في أسعار التأمين الصحي. في 2014 كانت تتراوح الباقة من 600 إلى 700، في 2015 صارت 550 إلى 650، والمتوسط كان حوالي 625. العام المتوسط تم 625، السنة هاي المتوسط نزل إلى 612. جميل. طيب دكتور إذا تسمحي لي أخذ مجموعة أسئلة بس. سويت تأمين للسائق مالي من شهرين، التأمين ما ردوا علي.
هذا السؤال دكتور. نعم. ما محتاج التأمين أنه يرد عليه، لأن التأمين يعمل تفعيل، هي بالضبط يعمل له تفعيل للتأمين الصحي على البطاقة، وبالتالي بطاقة الهوية بالنسبة للعامل أو الموظف هي البطاقة اللي تضمن له الحصول على الخدمات الصحية. أهم شيء يدخل على الموقع الإلكتروني للشركة ويتأكد من شبكة مقدمي الخدمات شو العيادات اللي هو مغطاي فيها. نقطة واحدة هني بس، بعض هاي الصعوبة واجهتنا الحقيقة ويمكن شيء ما كان متوقع إلى حد ما، أن مجموعة من الأفراد أمن وما يعرف أي شركة هم أمن معها، صحيح. ويطلع ببطاقة الهوية يقول أنا عندي تأمين زين مع أي شركة، محتاج دائما في العيادة أنه يشيك من خلال النظام الإلكتروني مع شركة معينة، صحيح. فالحين قاعد نعمل أبجريد للنظام الإلكتروني بحيث أنه فقط من خلال بطاقة الهوية، حتى النظام يقول لك أنت أي شركة مأمن معها، لكن طبعا نتوقع أن المعلومة هاي موجودة عند الأفراد. وايد مهم دكتور أن يطالعون العقد وين بالضبط. يشوف العقد، يشوف شبكة مقدمي الخدمات، لأنه إذا مش عارف أي شركة هم أمن فيها كيف بيعرف شو العيادات اللي هم غطى فيها أو مش مغطى فيها؟ بالتالي يضيع وقت. نعم. بعدين بين العيادات. نعم. جميل. ما نوع التأمينات التي توفرها هيئة الصحة؟ نعم. الهيئة اليوم هي جهة رقابية، الهيئة ترخص شركات التأمين لتوفير التأمين الصحي في إمارة دبي. قانون التأمين الصحي يلزم أي شخص يحصل على التأمين الصحي راح يحصل على الخدمات التالية على الأقل، وهي زيارة الطبيب، التحويل إلى الأخصائي، التحويل إلى المستشفيات، العمليات الجراحية، الحمل والولادة، حال الطوارئ، الأدوية والفحوصات الطبية. طيب أنا برجع للأسئلة الموجودة عندنا على البث في الانستغرام وللأسئلة من المسجات، بس ناخذ أبو عبد الله. أبو عبد الله كنت طرشت مسج عندك استفسار، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. تفضل اخوي. عليكم السلام. تفضل اخوي. تفضل بعد الله يسلمك. هلا شيخ، اشحالك؟ مساكم خير. مشكورين طال عمركم على البرنامج اول شيء وعلى الاجابه على جميع الاستفسارات. شكرا لك. تفضل. عندي شيخ، عندي استفسار. انا مأمن حق الموظفين عندي في الشركه. الكلام هذا من شهر تقريبا وشيء. نتابع ويا شركه التامين. يقول الحين انت ما تروح تستعمل التامين الا عقب شهر، علما ان احنا دافعين البيزات. يعني هال الالقاب الشهر حق شو يسوون التأمين؟ يعني هذا ما فهمنا. سألنا التأمين، بعد التأمين ما عندهم جواب. نقول this is the system. شو system؟ يعني انت اوريدي ما اخذ الفيزات، حق شو عندي العامل انا ما يصير يطبق مكان العيادة اللي انتوا طارينها في اللستة؟ نعم. واضح دكتور؟ واضح. واضح. اوكي، تسمع الجواب ان شاء الله اخوي. الشيء الثاني، الشيء الثاني، الشيء الثاني، العيادات اللي قدمت لها شركات التأمين. الشيخ صراحة كنا بازل، هاي دوري على شركة العيادة ما تحصليها، تتصلن بهم يقول لك هني هني المكان، لا مو بهني، لا هني، يعني ما في توضيح كامل وين أماكن العيادات. يا ريال الحين عند جوجل ماب دخل الاسم وهذا بيطلع لك المكان اللي تبغاه. يا حتى الجوجل ماب مش موجود العيادة مالك. والله عارف الشيء هذا. طيب عرفت السالفة زين. أنا مال، أنا إقامتي في دبي، سوالي شيء في الشارجة يقول لك لا أنت لازم تصير تعالج في دبي. زين أنا أبغى تعالج في الشارجة هاي. يعني هاي التأمين دبي والشارجة أبو ظبي. تسمع أبو عبد الله، ترى هذا التأمين واضح سؤالك. واضح سؤالك. يا مرحبا. يا مرحبا. نعم. هاي شركات التأمين أرجو منكم أبو عبد الله، عشان ضغط الاتصالات والمسجات اللي عندي، سؤالك واضح بالنسبة لي. بيردون عليك. الجزء الثاني من سؤال جاوبنا عليه من شوية، صحيح. بالنسبة لشبكة مقدمي الخدمات خارج إمارة دبي، تم إلزام جميع الشركات بتغطية كافية خارج إمارة دبي، فالحين هل شيء من الشهر هذا حصل تعديل؟ بالنسبة لسؤالك الأول، إجابتك 100% صح. بمجرد ما أنت دفعت، يعني عادة تأخذ شركات التأمين مفروض 3 إلى 5 أيام عمل لتفعيل التأمين. بعد 3 إلى 5 أيام عمل، أي وقت يحتاج العامل للعلاج، لو عالجت ودفعت كاش، شركة التأمين ملزمة أنها ترد لك المبلغ هذا. وإذا شركة التأمين رفضت في مخالفة عليها، رجاء أن التواصل معنا من خلال النظام الإلكتروني، اللي هو النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي، I Promise. لو تدخل على جوجل تحط I Promise، اللي هو IPROMES، بتطلع لك على طول بوابة شكاوي. جميل. مجرد تحط لنا الشكوى، في نفس الوقت في نفس اليوم يتم التعامل مع الشكوى ويتم إلزام شركة التأمين بالتغطية. وإذا كان في عدم تجاوب من شركة التأمين، تخالف شركة التأمين إلى 20,000 درهم. جميل. وبالتالي عملية الضبط، طبعا اليوم صار في ضغط كبير على الشركات، احنا هالشيء نعرفه، لكن هذا مش عذر لأي شركة تأمين انها ما توفي بالتزامات تجاه المؤمن عليهم. والهيئة اليوم موجودة لهالغرض، إذا كان في أي نوع من هالتجاوزات أو الإخلال بالمسؤولية من قبل شركة التأمين، يرجى التواصل معنا مباشرة. جميل. دكتور أنا بس باخذ هذه الرسائل على السريع قبل لا نطلع الفاصل. منور دكتور حيدر. يا مرحبا. والدكتورة
وعقب وانت بيوسف بعد منور شكرا. انزين هل يحق للمناطق مناطق الامارات الاخرى اخذ التامين من الهيئه بدبي؟ نعم ام لا دكتور؟ طيب خل شوي بوسع السؤال بنقول كيف ياثر التامين الصحي على جميع الفئات المختلفه من افراد المجتمع. اول شيء بالنسبه للمواطنين طبعا مثل ما تعرف التامين بالنسبه للمواطنين توفره الحكومه، وبالتالي القانون اليوم لا يلزم اي مواطن انه يامن نفسه. اذا كان من الفئات اللي توفر لها الحكومه التامين سواء كصاحب عمل مثل برامج عنايه وغيرها او كمواطن في اماره دبي من خلال برنامج سعاده، الفئات هاي بالاضافه الى وجود الخدمات الصحيه المجانيه في هيئه الصحه في دبي كذلك يتوفر عندها اليوم التامين الصحي الخاص. بالنسبه للمقيمين لكن يعني ما يطلب من المواطن انه يشتري له تامين او يشتري له حد من افراد اسرته المواطنين تامين. اذا كان بالنسبه من المقيمين اللي هم الاشخاص اللي عندهم اقامه صادره من اماره دبي فيجب عليه طبعا على صاحب العمل توفير التامين بالنسبه للموظف ويجب على الكفيل توفير التامين بالنسبه للمكفولين لديه. اما فاذا كان سواء مكفول او موظف في شخص مسؤول دائما عن توفير التامين الصحي. صحيح. جميل. هل يشمل الضمان الصحي المطبق علاج وتجميل الاسنان؟ لا، علاج الأسنان مش ضمن الباقة الأساسية إلا في حالة الطوارئ، فطوارئ الأسنان باعتبارها حالة طارئة مغطاة في الباقة الأساسية. جميل. لكن في باقات كثيرة ممكن الشخص يشتريها تغطي الخدمات تاعي. أنا من دبي بس زوجي يعني المستمع هاي من الشارجة وبشكارتي علي وبشكارتي علي وهي من دبي. يعني من دبي بس جنسيتي تابعة لزوجي فسويت من الشارجة لازم أسوي تأمين. هو مرتبط بمقر صدور الإقامة يعني النظام الإلكتروني أي إقامة صادرة من إمارة دبي يطلب معاها التأمين الصحي، فإذا كانت إقامة العامل أو الخادمة صادرة من إمارة دبي يحتاج التأمين. ويمكن الجزء الثاني من السؤال هذا أخوي محمود وايد من الإخوان اللي هم واعين لأهمية التأمين الصحي كذلك من الإمارات الأخرى يطلبون أنهم يشتركون في الباقات هاي، وبعض الشركات كذلك توفر الباقات خارج إمارة دبي. لماذا لا تكون هناك أسعار خاصة للمواطنين بالضمان الصحي أو توفير الضمان من الدولة للمواطنين بشكل رمزي؟ هو السعر يعتبر سعر رمزي اليوم 550 درهم ابتداء من 550، يعني في الحالات العادية زيارة واحدة للطبيب تكلف 550 درهم. صحيح. فالسعر منافس جدا، ووجود باقات منافسة من شركات التأمين المختلفة مع مزايا مختلفة كلها طبعا متوافقة مع القانون كذلك يضاف إلى. صحيح. أنا من الشارجة وتعالج في دبي، هل يجب نسوي تأمين على الإقامة؟ إذا الإقامة صادرة من دبي نعم، إذا الإقامة صادرة من الشارجة. هل يشمل التأمين حالات الإخصاب الصناعي؟ لا، ما لا يعتبر من الحالات اللي تغطيها التأمين. طيب قبل أن نطلع فاصل دكتور بس آخر سؤال ما نتكلم عنه زين. السلام عليكم، أم ريم في حال لم يستخدم المبلغ في السنة اللي يحول، هل يحول مبلغ التأمين للسنة الثانية؟ لا طبعا، التأمين هي آلية لجمع الموارد، فاليوم مجموعة كبيرة من الناس ما راح تستعمل، مجموعة أخرى راح تستعمل شوية، مجموعة راح تستعمل وايد، مجموعة راح تستعمل مبلغ كبير جدا، فهاي اليوم أقساط التأمين لإمارة دبي ككل، السنة الجاية نفس الطريقة، ففي النهاية الواحد راح يحتاج له ويستعمله. طيب ما نطلع فاصل وبعد الفاصل ما نرجع منجاوب على سؤال خاص بأبناء المواطنات وردنا على المكالمة والمستمع ما حاب يطلع الهواء. فاصل مستمعين وراجعين. صحة وسعادة. تمديد نفسه هو رجعنا لكم من بعد الفاصل نواصل حلقتنا الحماسية اليوم عن خصوص التأمين الصحي. دكتور حيدر يوسف معنا في الاستوديو. حماسية شو الأهلي والوصل يعني من يقول تأمين صحي المسجات والرسائل والإنستغرام ما شاء الله يشتغل على الاستفسارات المتعامين بخصوص التأمين الصحي. فبس بحبينا نذكركم قبل الفاصل قلنا أن نهاية مدة التأمين الصحي 31/3. لحد يقول ما سمعت. طيب كان في سؤال عن أبناء المواطنات دكتورة؟ هي في واحد من المتصلين اتصل وقال مو حاب يطلع معنا على الهواء إنه هو من أبناء المواطنات إن الوالدة عندها تأمين سعادة، فهل هو يحسب مع تأمين سعادة ولا يحتاج باقة تأمينية أخرى؟
مثل ما ذكرنا بالنسبة لأبناء المواطنات واللي عنده مراسيم دكتورة وجزر نعم. القمر نعم جزر القمر المراسيم أبناء المواطنات لا يطلب منه أنه يشتري تأمين لنفسه لأنه طبعا اليوم يحصل على الخدمات الصحية في هيئة الصحة بدبي بشكل مجاني وبالتالي لا ما يحتاج أنه يأخذ التأمين الصحي لكن إذا كان عنده عمالة كان عنده خدم موظفين فهذا طبعا صحيح. لا يختلف جميل في حبيت أشكر هيئة الصحة بكل أمانة فاجئوني بعد زيارتي لمركز البرشة الصحي لتسجيل ابني حديث الولادة في سعادة وجود جهاز ذاتي لاستخدامه خلال 3 دقائق بدون مساعدة حصلت لابني على سعادة في أشخاص مؤمنين عند هذا في سؤال يقول دكتور صباح الخير مشكورين على جهودكم سؤالي عن رسوم التأمين الصحي للزوجة ليش ما أتواصل مع شركة التأمين يعطوني سعر 1750 ونفس الشركة وأنا طلبت منهم الباقة 990 يقولوا لي ما في وفي أشخاص مؤمنين عند نفس شركة التأمين لزوجته مؤمن عند يعني 990 درهم المفروض أن السعر ثابت إلا إذا طلب بعض المزايا الإضافية أحيانا يمكن حالة الزوج الدكتور أحيانا في نعم هاي الباقات اليوم أخوي محمود كلها ما يسمى بالبري أندر ريتن يعني أوريدي تثبت الشركات الأسعار هاي بالنسبة للباقات دامنها في النطاق العمري يعني ممكن مثلا يقول لك من 20 إلى 35 سنة في سعر الباقة 900 صحيح. من 35 إلى 45 مثلا 1400 صحيح. من 45 إلى 60 مثلا كذا وفوق 60 طبعا تدخل ندخل في باقات كبار السنة اللي هي تبدأ من 2500 وطالع ففي بعض الشركات عندها العملية الإطار العمري هذا وبعض الشركات الأخرى عندها يمكن شوي الإطار هذا أوسع صحيح. من ناحية العمرية برنامجكم حلو يا ليت يطبق نفس الفكرة في أبوظبي طبعا موجود التأمين الصحي في أبوظبي وإلزامي البرنامج يقولوا لي لا تعصب يعني سوي لكم أكشن محمود عموما هل التأمين الصحي سعادة يغطي مستشفى الجليلة التخصصي وكم نسبة التغطية؟ نعم يغطي مستشفى الجليلة والتحمل في برنامج سعادة 10% تغطية التأمين هل تشمل صرف الأدوية من الصيدلية دكتور؟ هي نعم تغطي الأدوية كذلك والتحمل على الأدوية كذلك 10% طيب في أشخاص مؤمنين السلام عليكم أنا مؤمن على جميع أفراد عائلتي ولكن عند زيارة زوجتي لدكتورة النساء تمرد من شركة التأمين أنه لا يمكن البدء بالعلاج إلا بعد 6 أشهر علما أنها ليست حامل نعم اللي ذكر الأخ يسمى فترة الانتظار على الأمراض السابقة للتأمين يعني اليوم ذكرنا هالمرة اللي طافت كذلك هاي إذا كان عندك مرض سابق للتأمين حالة معينة فعلاج الحالة هاي في عليه انتظار 6 شهور لكن كل الأمور الأخرى تعالج من خلال التأمين الصحي إذا كان كشف يعني فلنفرض أن الزوجة عندها مرض نسائي معين سابق للتأمين ووضحتها لشركة التأمين لكن عندها أعراض جديدة أو أعراضها نفسها صارت أسوأ صحيح. الكشف مغطى لكن العلاج إذا هو نفس المرض مش مغطى لفترة 6 شهور ناخذ بعبد الله دكتورة بعبد الله السلام عليكم صبحكم الله بالخير صبحك الله بالنور تفضل الله يسلمك الله يسلمك بس العمر انا عامل تامين على شركه ميت لايف اللي هي النتورك اف ام سي طيب الفتره اللي فاتت مع تغييرات الجو هذا حصل لي التهابات بالعيون وكتبوا لي قطرات عيون اصراحه التامين يغطي جزء ما يغطي كل هذه القطرات يغطيها وهذه ما يغطيها بعدين اغلب الصيدلات يقول لي ما نقبل الاف ام سي نتورك أنا والله الصراحة يا دكتور تعبت الصراحة نعم. أنا فكرت الناس تدفع من جيبك يقولوا لي أنت عامل تأمين ليش تدفع من جيبك لا طبعا مو لازم تدفع من جيبك بس رجاء دائما احنا نطلب من الأفراد دائما بالنسبة للشبكة راجع كتيب ميت لايف بالنسبة لشبكة مقدمي الخدمات بيكون في المستشفيات العيادات العامة العيادات صحيح. التخصصية الصيدليات كذلك موجودة عندك من خلال الموقع الإلكتروني لميت لايف شو هي الصيدليات المغطاة في الباقة الأساسية بالنسبة للعلاجات دائما تأكد على الطبيب أنه أنت عندك البطاقة هاي وبالتالي يختار لك الأدوية اللي تغطى في التأمين اليوم التأمين يجب على أي باقة تأمين أنها تغطي جميع ما نسميه الثيرابيوتيك كلاسز يعني كل الفئات من الأدوية اللي ممكن يحتاج لها الشخص صحيح. لكن في بعض الفئات ممكن تلاقي أن الدواء واحد مغطى دواء آخر غير مغطى لكن دائما له بديل مغطى من ضمن التأمين الصحي فدائما تأكد على الطبيب كذلك ممكن نرجع حتى للدكتور يقول له بدل الدواء مش مغطى من شركة التأمين صحيح جميل تفضل يا دكتور أنت عندك مجموعة أسئلة بس ولا أسأل أنا عندي لا أسأل محمود مسألة الناس بنعطي الناس الفرصة حرام. طيب في سؤال كان يتكلم دكتور يقول أنا عندي 3 موظفين أروح شركة التأمين
زيغتنا يا أيمن. زي أروح شركة التأمين يقولوا لي نحن أقل عن 5 موظفين ما نأمنهم، هل هذا الكلام صحيح دكتور؟ وشو المفروض يسوي؟ لا يجوز لأي شركة تأمين رفض تقديم التأمين الصحي. يبلغنا كذلك ببيانات الشركة هاي ويتم التواصل معاهم من خلال الهيئة. طبعا اليوم بالتأكيد خصوصا الشركات التسع المشاركة في الباقة الأساسية عندها أسعار محددة كذلك للموظفين للفئات هاي. عندنا 50 شركة تأمين مرخصة في إمارة دبي، لكن الشركات التسع ملتزمة بأسعار الباقات الأساسية لفئة العمالة، للموظفين، لأفراد الأسرة، لكبار السن، كلها عندها مبالغ معتمدة من الهيئة للباقات هاي. هل بطاقة التأمين استخدمها في دول أخرى؟ حسب الباقة، في بعض الباقات تعطيك تغطية في بلد الموطن فقط، في بعض الباقات تعطيك تغطية في دول أخرى كذلك حسب نوعية التأمين اللي اشتريته. طيب اللي كان يسأل عن زوجته اللي وداها دكتورة نسائية، دكتورة نسائية، وقالوا اللي بعد 6 شهور يقول لا يوجد مرض وإنما فحص فقط. إذا فحص فقط يجب أن يكون مغطى، وهاي مخالفة من شركة التأمين، رجاء يوصل لنا. نذكرهم دكتور بطرق التواصل، لأن موضوع يا جماعة الخير، موضوع المخالفات، موضوع اللي عنده أي مشكلة مع شركة التأمين يغذي النظام عشان توصل للمعنيين. المعنيين هذين يأخذون أكشن على الشركات هذه، فالداتا هذه وايد مهمة. احنا توصلنا اخوي محمود جريب 3000 شكوى سنويا. اليوم عندك انت اكثر من 4 مليون شخص مؤمن عليه في إمارة دبي. دائما الهيئة هي المرجع الاساسي بالنسبة لاي شكاوي متعلقة بالتأمين. احنا عادة نطلب من الشخص انه اول مرة يقدم الشكوى الى شركة التأمين نفسها، في منسقين للشكاوي في جميع شركات التأمين الموجودة في الإمارة. اذا شركة التأمين ما التزمت بتغطية حسب العقد الموجود ما بينها وبين الشخص او حسب البوليصة، يتم التواصل مع الهيئة، والهيئة مسؤولة تماما عن إيصال حقوق الأفراد لهم. طبعا التواصل من خلال النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي اللي هو iPromise. الموقع الإلكتروني www.iPromise.eclaimlink.ae. أسهل طريقة تدخلون على جوجل بس تحطون iPromise اللي هو iPromise. جميل. دكتور حيدر، في متعاملين يجون العيادات من اللي بيأمنون بياخذون بيشترون باقات تأمينية، فشركات التأمين تطلب منهم تقارير ان الحالة الصحية اللي يعاني من مشاكل صحية يعاني من المتعامل، فعشان يعني مثل ما يقول ما يكون التأمين متأخر، يعني مثل ما قلت ما يغطي الحالات الصحية اللي ما قبل التأمين. فلما يجون العيادة يقول دكتور اكتبي لنا تاريخ المرض مع المتعامل بس، ويروحون يرجعون يقول شركة التأمين لم تقبل لنا، ما في تحديد من متى هو عنده الحالة. بس مثل ما تعرف الكرونيك ديزيز مثلا السكر والضغط، أنا ما أقدر حدد متى بدأ عنده المشكلة. طبعا هاي لأن اليوم إحنا أغلب جزء كبير من السكان توهم بدوا يحصلون على التأمين الصحي، ففترة الانتظار 6 شهور على أول باقة تأمين صحي. مجرد ما الشخص دخل في النظام اليوم أصبح يجدد التأمين الصحي، عند التجديد هاي العملية خلاص أوردي أصبحت الحالات هاي مغطاة. فتقدير الطبيب بالنسبة لمثلا فرضنا مرض السكر، اليوم انت اول مرة جيت الشخص وعملتي للفحص وشخصتي السكر، فتقدرين تقولين ان هذا مرض جديد، وبالتالي حتى لو كان عنده من شهر او شهرين او بادي عنده السكر من فترة قليلة، باعتبار ان التشخيص جديد وهو اول مرة يشخص بالسكر، فراح يكون السكر هذا في الحالة هاي مغطى. لكن اذا واحد مثلا جاء وهو ياخذ ادوية سكر من 3-4 سنوات، فانت عارفة انه مريض مزمن وعنده السكر بادي من 3-4 سنوات، وبالتالي شركة التأمين راح تنتظر الى 6 شهور بعدين تبدأ تغطي للسكر. جميل. طيب ناخذ مداخلة من غانم. سالم ايش حالك؟ اربط الحزام سالم، اربط الحزام. لا خلاص بنت السيارة مو لنا. يوم رديتوا علي حاكم بخير. هلا فيك، تفضل. يا مرحبا، مشكورين على لقائكم الطيب. شكرا. والله انا تابعته توني فتحت الراديو، عاد ما اعرف يمكن ان سؤالي انكم جاوبتوا عليه قبل او لا. مشكله. تفضل. انا طول عمركم انا الامارات، طبعا جواز عجمان، اداوم في العين. احنا بغينا نشترك او نسجل عيالنا في الشركه هاي مال الضمان عندكم الصحي مال السعاده، بس قال احنا ما نشتغل في دبي ولا جوازاتنا دبي. واضح، تسمع الإجابة. عندك شيء ثاني بعد سالم؟ لا ما عندي غير هذا. طول عمرك تسمع الإجابة. مشكورين. على موضوع سعادة دكتور، يعني في أكثر من سؤال كان يجينا على هذا الموضوع، بس بنجاوب عليه باختصار. شو هو تأمين سعادة
وشو هو الخدمات اللي يقدمها؟ نعم، طبعا برنامج سعادة للتأمين الصحي تم إطلاقه من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في نوفمبر في يونيو 2015. كانت نسبة كبيرة من المواطنين في الإمارة مشمولة بالتأمين الصحي من خلال صاحب العمل، سواء من خلال الحكومة أو الشركات المملوكة للحكومة أو الشركات الخاصة. برنامج عناية يمكن هو أكبر برنامج يغطي الموظفين في حكومة دبي، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين بالضمان الصحي. بدأ من سنة 2008 يغطي الموظفين بالتأمين الصحي. كان في نسبة من المواطنين لم تكن مغطاة من خلال برنامج البرامج الحكومية المختلفة أو من خلال صاحب العمل، وبالتالي تم إطلاق برنامج سعادة لتغطية بقية المواطنين في إمارة دبي اللي لم يكونوا مشمولين بالضمان الصحي. ولا يزال لحد اليوم، ودائما ننبه على النقطة هاي، إذا شخص عنده تأمين مدفوع من حكومة دبي لا يجوز له أنه يأخذ سعادة أو انه يكنسل اللي عنده ويحول الى سعاده. احنا يعني البرامج اليوم في حكومه دبي سواء سعاده او عنايه المنافع هي متساويه. يعني اليوم اذا انت في عنايه، اذا انت موظف لنفرض على الفئه الف مثلا، المزايا اللي موجوده عندك في عنايه يمكن تكون اعلى كذلك من المزايا اللي في سعاده، لانها تتناسب مع احتياجات الموظف من ناحيه العلاج خارج الدوله، من ناحيه النظارات. فمهم جدا الناس تعرف على المزايا هاي. برنامج سعاده طبعا برنامج تم مثل ما ذكر الأخ من شوية التسجيل فيه بطريقة إلكترونية، المتابعة فيه بطريقة إلكترونية، كذلك دائما نذكر بالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للبرنامج. تقدر تدخل، تقدر تحجز مواعيد، تقدر تشوف شبكة مقدمي الخدمات، تقدر تقيم زيارتك للطبيب. جميل. وهاي جدا مهمة بالنسبة لنا، لأن أنت تعطينا فيدباك يهمنا جدا في معرفة مستوى الخدمات اللي تحصل عليها. طيب نأخذ الإجابات على السريع دكتور. هل ممكن أأمن في شركة تأمين غير الشركة اللي تعاملت معها، اللي تعاملت مع الشركة التي أعمل بها؟ طبعا هو الالتزام على صاحب العمل، وبالتالي صاحب العمل وفر لك تأمين معين. إذا أنت حاب تشتري ما يسمى بالتوب أب اللي هي باقة إضافية تضيف لك مزايا إضافية تقدر، أو إذا حاب تشتري تأمين جديد هذا كذلك اختيار راجع لك يعني ما في أي مشكلة، بس صاحب العمل لازم يوفر لك تأمين. صاحب العمل لازم. بنتي دخلت طوارئ مستشفى لطيفة بسبب السحايا، قالوا نحن ما نتعامل ويا هذه الشركة والشركة رافضة تسدد المصاريف. يمكن هاي حالة قديمة، لأن في الوقت الحالي مستشفى لطيفة مغطى بالتأمين الصحي وجميع حالات الطوارئ مغطى بغض النظر عن أي شركة. يعني اليوم في بعض الشركات في عندها عقود مع هيئة الصحة بالنسبة للتغطية في حالات الغير الطارئة، لكن بالنسبة للحالات الطارئة حسب القانون ملزمة شركة التأمين بالتغطية. السلام عليكم، أنا عندي عائلة من 8 أفراد، لماذا لا أستطيع الحصول على تأمين المجموعات بدل الانفرادي خاصة وأن الفرق كبير؟ الفرق مش كبير الحقيقة. تبدأ باقات الأفراد اليوم من حوالي 600، الحين راح تعلن الأسعار الجديدة أظن بالنسبة في باقات تبدأ من 612 بالنسبة لأفراد الأسرة. ممتاز. هو دكتور بعد هم بيستفيدون يعني إذا في شخص عنده يعني هذا فيه. يتم التواصل مع شركة التأمين وممكن الحصول على الريت هاي كذلك. طيب. من شركة. طيب في العمر ما بين 50 إلى 55، هل هذه تتبع باقة كبار السن؟ الدكتور حيدر. نعم، باقة كبار السن بالنسبة للدكتور عمره 60 بعد شباب إن شاء الله تعالى. كان واحد صاحبنا عمره 60 فيقول لي أنتم بالنسبة لك التارجت أنك توصل عمري الحين، لا تقول تبعدك. صح. فهذا التارجت مالك. نعم. نعم. بالنسبة لباقة كبار السن تبدأ بالنسبة للأفراد اللي يزيد عمرهم عن 60 سنة. بعض الشركات تعتبر البيرنت حتى لو كان اليوم عمره أقل شوية، لكن باعتبارنا موجود على فيعتبر من فئة البيرنت، فكذلك تحسب من كبار السن. بعض الشركات الأخرى لا تلتزم بالستين وطالع بالنسبة لكبار السن. جميل. طيب والله نحن الحين من سنة نضطر السفر للعلاج لولد أخوي، للحين ما جانا الرد، ما أعرف إذا هالموضوع يشمل موضوعكم، بس السفرية للعلاج عن طريق شرطة دبي ما أدري ليش، يمكن لنا من سكان عمان، بس ترى أخوي مكمل 20 سنة في شرطة دبي. هذا موضوع يرجع لي شرطة. هل هناك خدمات علاجية يغطيها التأمين بنسبة 100%؟ نعم، الالتزام القانوني حسب الباقة الأساسية اللي موجودة في القانون التغطية 80% ونسبة مشاركة المريض أو المؤمن عليه 20%، إلا أنه ممكن شخص يشتري باقات تغطي 100%. هذا شيء باقات موجودة في السوق ممكن الشخص يشتريها ويشيك عليها. صباح الخير، هل سعادة يشمل علاج الأسنان؟ نعم، سعادة يغطي علاج الأسنان ما عدا العلاج التجميلي. حبيب، هل بطاقة التأمين يغطي علاج الطب البديل؟
الطب البديل أغلبية أنواع الطب البديل غير مغطاة بالتأمين الصحي لعدم وجود أدلة طبية. صحيح. إذا كان في أنواع معينة لها إثبات علمي ولها أدلة طبية معتمدة من المصادر العالمية في الحالة هاي ممكن تغطيتها، لكن في الوقت الحالي حسب علمي ما شيء. إذا العامل حاب بروحه يكون له تأمين بمزايا معينة مع أفراد أسرته، فهل صاحب العمل ملزم تماما بإدراج اسمه ضمن قائمة المؤمنين من الشركة، وهل التأمين يشمل العامل وأفراد أسرته أم بس العامل؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا. فلنفرض اليوم صاحب الشركة اشترى باقة لجميع الموظفين، الباقة هاي فلنفرض قيمته 700 درهم. طيب العامل حب انه يشتري بعض المزايا الاضافيه، فاصبحت بعد المزايا الاضافيه اللي حب يضيفها الموظف هذا 1200 درهم. يجب على صاحب العمل تغطيه 700 على الاقل. جميل. وممكن ان العامل يختار انه يغطي الفرق وياخذ المزايا الاضافيه، لكن الالتزام القانوني على صاحب العمل هي الباقه الاساسيه. أساسية. اذا حب العامل حب يزيد فيزيد. طيب هل اللي كان يسال على موضوع مستشفى اللطيف يقول مو بقديم قبل شهر، يرجى التواصل معنا ونعطيك رقم الدكتور من النظام الإلكتروني على طول. النظام الإلكتروني بعد يكون أفضل على طول. على طول إن شاء الله، لأن النظام أوردي يتابع. وبالنسبة للحالات يعني الحين مثلا في الحالة هاي فلنفرض خطأ قيل له أن الشركة ما تغطي، دفع كاش، ترجع لشركة التأمين المبلغ، ملزمة ومحاسبة شركة التأمين بالالتزام بمسؤوليات. هل يمكن الاحتفاظ ببطاقتين تأمين عناية وسعادة؟ لا لا يجوز. وعادة الأشخاص إحنا لما تروح تسجل سعادة ما يتم الفحص مباشرة، لكن فريق العمل بشكل أسبوعي يشيك، وإذا كان في حالات الدوبليكيشن أو الازدواجية على طول يتم التواصل معهم بخصوص إلغاء إحدى البطاقتين. الحقيقة أخوي محمود لما يسجلون الإخوان حق سعادة في عندك بوكس مكتوب عليه لا أحمل تأمين آخر صادر من حكومة دبي، فهذا التزام قانوني ملزم للشخص، وبالتالي ترى في ممكن تكون عليه مسألة قانونية. جميل. دائما نطلب منه أول يكنسل وبعدين. جميل. I ask you last time what is her name. Your name دكتور. دكتور ندى. شكرا. عموما دكتور معجبين وايد دكتورة ما شاء الله. لا هذه بنية. عموما دكتور نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نحن شاكرين لك يعني تواجدك معنا، بس نبغي الكلمة الأخيرة اللي تبغي تقولها وتذكير بأن الموعد متى بينتهي. نذكر الجميع طبعا الموعد في 31/3/2017، طبعا هذا الموعد النهائي، قرار صادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. اعتقد كان في تمديد كافي من الهيئة على عدة مراحل. اليوم التأمين، شركات التأمين موجودة، الباقات كلها أسعارها منافسة، أهمية التأمين في توفير الحماية للأفراد واضحة. رجاء نحاول نطلع على البوليصة، نعرف الخدمات المغطاة، شبكة العيادات، آلية الحصول على التأمين والاستفادة من التأمين. صحيح. وفي حال وجود أي نوع من اللبس أو سوء الفهم أو أي نوع من الشكاوي، الهيئة دائما موجودة لحماية الأفراد. يرجى التواصل مع الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي. اتهمنا المعلومات هاي نحب نعرفها، ونتمنى للجميع دائما الصحة والسعادة. طيب دكتور بس قبل أن نختم بعد حد يقول الشق الثاني من السؤال ما جاوبته، هل التأمين يشمل العامل وأفراد أسرته أم بس العامل؟ الالتزام القانوني على صاحب العمل هو توفير التأمين الموظفين لديه. إذا حبنا يوفر الأفراد الأسرة ممكن. الالتزام على الكفيل أو اللي هو رب الأسرة أنه يوفر الأفراد أسرته. إحنا دائما نشجع صاحب العمل إذا ما وفر لهم يدخلهم من ضمن الجروب، وممكن العامل يتحمل النسبة المتعلقة بأفراد أسرته. جميل. شاكرين لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذا هاي التوضيحات، وإن شاء الله نحن وعدناهم كل أسبوع إحنا على طول معنا. إن شاء الله طبعا خصوصا الأربعين يوم الجاية قريب الديدلاين بنكون بشكل دائم متواصلين مع الجمهور. جزاك الله خير. دكتورة في سؤال يعني هلكتني فيه أم محمد. أكياس اللبتة. أكياس اللبتة. أكياس اللبتة. شوفينا. أكياس اللبتة هل تسبب السرطان؟ يا أم محمد. غلط أم محمد. يا أم محمد. لا هذه. أم محمد. أم محمد. حبيبتي ها مواقع التواصل الاجتماعي لو أنتي تبعتي بتشوفين كل شيء يسوي سرطان، حليب، أكياس الشاي مختلفة. لا حبيبتي لا يسبب السرطان، السرطان له مسببات عديدة وليس ممكن من كيس اللبتون يصاب الشخص بالسرطان. بارك الله فيك دكتورة. شكرا دكتورة ندى، شكرا حمد المعيوف، وشكرا أستاذ أيمن، شكرا بعمر وجودك معنا. حياك الله أبو عمر. مرحبا بالاستوديو، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.